أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أرحب بكم جميعا كلكم باسمه والجميل واسمه رجالا وشبابا ونساء، وأشكركم جزيل الشكر على تشريفكم لنا بحضور هذا المؤتمر الصحفي. أنا دعوت إلى هذا المؤتمر الصحفي لعرض محصلة وخلاصة قلت إنني دعوت لهذا المؤتمر الصحفي لعرض محصلة ما توصلت إليه من خلال تقييم السنوات الماضية من حكم فخامة الرئيس محمد ولي الشيخ الرزواني. هذا التقييم كان الموجه الوحيد فيه هو مصلحة الوطن والحرص على المساهمة ودعم الجهود التي أرى أنها مفيدة لصالح الوطن. هذا التقييم أوصلني إلى خلاصة أعتبر أنها تمثل أحد أهم المواقف التي اتخذتها في مسيرتي السياسية، ولذلك حرصت على أن أعرضها للرأي العام، متشرف بأن يكون ذلك من خلالكم. وخلاصة هذا الموقف والاعتبارات والمسوغات التي أوصلت إليه هو ما سأقرأه في البيان التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متابعة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ العزواني الذي تقدم به للمواطنين في انتخابات 2019، وعلى إثر تقييم السياسات التي اتبعها ومدى قربها من المواطن وملامستها لهمومه واستجابتها لأولويات البلاد والتحديات التي تواجهها، توصلت بقناعة تدفع في اتجاه إعادة تقدير الموقف والتعامل بواقعية أكثر مع أهمية دعم الجهود التي تبذل من أجل مواجهة الظروف التي تمر بها بلادنا ومساندة القائمين عليها في إطار نظرة تقتضيها المرحلة للتعامل مع مصلحة الوطن ومستقبله. ورغم أن خطابات وتوجهات فخامة رئيس الجمهورية كانت منذ البداية متماشية مع أولويات المرحلة التي تمر بها بلادنا، إلا أنني حرصت على التريث في الحكم عليها حتى تتمايز الخطابات عن الشعارات وتتحول التوجهات إلى سياسات تطبق على الواقع، وهو ما لمسه الكثير من المواطنين حقائق معاشة بعد مضي أكثر من 4 سنوات من مأموريته الأولى. ففي مجال ترسيخ الوحدة الوطنية كانت المدرسة الجمهورية رؤية مستنيرة لتوحيد نظامنا التربوي وتكوين أبناء الوطن في نفس الظروف ومساواتهم في الفرص، وإعداد أجيال متعايشة مع بعضها البعض ولديها الثقة في وطنها ومستقبلها. هذا إضافة إلى اعتماد اللغة الرسمية للبلاد لغة موحدة للتدريس، مع إدراج تدريس اللغات الوطنية الأخرى وتوسيع دائرة المتحدثين بها، وكلها إجراءات من شأنها تعزيز التفاهم والتعايش بين مخرجات نظامنا التربوي وتنمية ولائها للوطن، مما يعزز وينمي الشعور باللحمة الوطنية ويرسخ وحدة مكونات مجتمعنا ويكرس التعايش المشترك بينها، وهي العوامل التي تمثل المرتكزات الأساسية لاستمرار وحدتنا الوطنية. وفي المجال السياسي كانت سياسة الانفتاح وتهدئة المشهد السياسي التي استهل بها فخامته مأموريته الأولى هي أبرز ما تحتاجه الساحة السياسية وقتها، حيث كانت طارقة في مشاهد التأزم والاحتقان وانعدام الثقة بين الشركاء الوطنيين، الشيء الذي انقلب بسرعة وباتفاق مختلف الفاعلين السياسيين إلى عكسه من الثقة المتبادلة، مما خلق جوا سمح بالتواصل الإيجابي بين السلطة والمعارضة والتنسيق بينهما بخصوص مسائل مهمة للوطن، بل والتوصل إلى اتفاق حول آليات وقواعد تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والإصلاحات المطلوب إدخالها على المنظومة الانتخابية بمشاركة الجميع، وهو الاتفاق الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية بنجاح. ولم يقتصر نهج التهدئة على الجانب السياسي، بل إنه شمل الانفتاح
على هيئات وشخصيات كانت ضحية للمضايقات والاستهداف والحرمان من الفرص ومزاولة حقوقها المشروعة. ومن ذلك على سبيل المثال إلى الحصر ما حصل مع مؤسسات التعليم الأصلي والجمعيات الثقافية والدعوية والخيرية التي أغلقت دون وجه حق، مما عطل المصالح والخدمات المهمة التي كانت تقدمها لآلاف المواطنين المحتاجين. ومن أبرز المؤسسات والمنظمات التي استعادت نشاطها بحرية في هذا المجال مركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل وجمعية الخير، هذا إضافة إلى ترخيص العديد من الجمعيات والمنظمات التي تضطلع بدور أساسي في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن أفراده الأكثر احتياجا. وعلى الصعيد الاجتماعي فقد مثل منح العناية لتحسين ظروف الفئات الهشة والمرضى والمعوقين والمتقاعدين وذوي الدخول المحدودة أبرز توجهات وأولويات فخامته. هذا في هذا الإطار يندرج إنشاء مؤسسة التآزر لمحاربة التهميش والإقصاء التي قدمت دعما وخدمات مهمة للمواطنين المحتاجين في مختلف مناطق البلاد. كما ساهمت تدخلاتها في إعادة توجيه الموارد الوطنية لصالح ذوي الحظوظ المتدنية في مجالات التعليم والصحة والمياه والاحتياجات الغذائية والمشاريع الزراعية وغيرها. وبفضل جهودها أصبح المواطن البسيط والمهمش في أي نقطة من الوطن يحس باهتمام الدولة به ويتطلع للاستفادة من خيراتها. هذا إضافة إلى توفير التأمين الصحي لمئات الآلاف من المواطنين وإنشاء صندوق التأمين التضامني لتوفير التأمين للقطاعات التي لا تشملها تغطية صندوق التأمين الصحي، وكذلك التكفل بعلاج الحالات المستعجلة ومرضى الفشل الكلوي وتحمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاج عن المعوزين والفقراء. يضاف إلى ذلك الزيادة المعتبرة في مخصصات المتقاعدين وتمكينهم من استلامها بطريقة أكثر مراعاة لظروفهم. ولا يقل أهمية عن كل ذلك دعوته في خطاب ودان الشهير إلى تنقية الموروث الاجتماعي مما علق به من شوائب فيما يتعلق بالنظرة الدونية لبعض مكونات مجتمعنا، والتي لا تستند لأي أساس ديني ولا مسوغ موضوعي، وتشوه صورة بلدنا وتباعد بين قلوب أبنائه. لقد كان ذلك النداء بحق دعوة موفقة لاحترام كرامة الإنسان واعتماد قيم المواطنة والمعايير الشرعية والموضوعية أساسا للتقييم. وقد جاءت في وقت تعالت فيه الدعايات الفئوية والشرائحية وتصاعدت نبرة خطاب الكراهية والتحريض، وهي آفات مدمرة للمجتمعات ولا يكافحها شيء مثل ما يكافحها احترام كرامة الجميع وإنصافهم والابتعاد عن الصورة النمطية أو الصور النمطية الزائفة والتصنيفات الاجتماعية الخاطئة. وقد تكرس هذا التوجه من خلال نداء جول الشهير الذي أطلقه فخامة الرئيس من خلال افتتاحه لمهرجان جول في مارس 2023. أما على الصعيد الاقتصادي فقد أعطيت الأولوية لتطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وجلب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف وطأة الديون الخارجية، وهي أهداف تحققت بنسب معتبرة. كما أن مسعى تحويل موريتانيا إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر سيغير وجه البلاد في المستقبل وسيخلق من الموارد وفرص العمل ما يجعل بلادنا بإذن الله في مصاف الدول الصاعدة في شبه المنطقة. وفي مجال محاربة الفساد وتحسين نظام الحكامة الذي يعتبر حجر الزاوية في النهوض ببلادنا وتجاوز وضعها الحالي، فإن ما تحقق من إصلاحات وما تم القيام به من خطوات من قبيل التحقيق البرلماني في ملفات تشمل مسؤولين سامين في هرم السلطة سابقين وممارسين، وما عقب ذلك من تحقيقات قضائية ومحاكمات، قد كرس مبدأ المساءلة على أعلى المستويات الوظيفية، وهو الأمر الذي يعتبر ضروريا ولازما لأي مسعى جاد لمحاربة الفساد وسوء التسيير والعبث بالمقدرات الوطنية، بالإضافة إلى كونه مكسبا وطنيا مهما سيكون من الصعب التراجع عنه في المستقبل، مما سيعزز بلا شك فرص ترشيد وحسن تسيير الموارد. لقد أثمرت السياسات والقرارات المذكورة أعلاه تحقيق مكاسب مهمة للبلاد في
في تلك المجالات عززها ما تتمتع به من أمن واستقرار بفضل الله أولا، ثم بفضل السياسة الوطنية المتبعة في هذا المجال، والتي مكنت من فرض الأمن وحماية حدود البلاد وحوزيتها الترابية وإبعاد مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة عنها، في ظل وضع إقليمي ودولي يزداد اضطرابا وتعقيدا وتتفاقم فيه عوامل تهديد أمن الدول واستقرارها. ورغم أن أهمية المكاسب والإنجازات المذكورة أعلاه، لا تعني بأي حال عدم وجود نواقص أو جوانب قصور في بعض المجالات، فإن ما ينبغي أن يكون محل اهتمام في عملية الحكم على أداء أي نظام هو مدى سلامة التوجهات وصواب السياسات ومراعاة الأولويات وجدية الإجراءات والابتعاد عن الشعارات، وهي مسائل توصلت من خلال تقييم أعتبره موضوعياً لمجريات الأمور خلال السنوات الماضية إلى أنها توفرت خلال المأمورية الأولى لفخامته. وبناء على ما تقدم، وتشبثا بالانحياز لمصلحة البلاد وإدراكا لحاجتها لتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها، وحرصا على استمرار نهج الإصلاح والانفتاح ومنح الأولوية لترسيخ الوحدة الوطنية وتحسين أوضاع الفئات الهشة والنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أمن البلاد واستقرارها، فإنني أعلن مستعينا بالله تعالى دعم فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ العثماني ومساندة الدعوة لترشحه لمأمورية ثانية من أجل استكمال الجوانب الأساسية في برنامجه وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات التي تحتاجها البلاد، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد وأن يحفظ بلادنا من كل شرور ويلهمنا جميعا العمل لما فيه مصلحتها ووحدة أبنائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.